كل حاجة بتفكرني بأحمد. أحمد عايش معايا، أحمد ما سابنيش، وأروح أقعد معاه وأحكي له عمر عمل كذا وتلين كذا وكأنه قاعد معايا. كان عايزين يتجوزوا زي الشباب كده ويفرح، بس ما تمتعوش، اتمتعوا في السماء. الليل بيعدي صعب، الليل مش بنام فيه نص ساعة. أنا صعب عليا أفرق الشهادة دي من عند ربنا، ومش خسارة في بلدها هي، بس نكات غالية عليا شويتين. إسلام راح بجسده بس روحه معايا، أوحشني فيه كل حاجة، بس هو في مكانة كويسة دلوقتي أي حد يتمناه. كل الناس نفسها تروح الجنة، وأحمد ربنا اختاره وخده شهيد وفعلا راح الجنة، وربنا اللي قال كده لهم أحياهم عند ربهم يرزقون. تخيلي إن أمي تدفن ابنها بإيديها، أنا كنتش أتوقع ولا أتخيل عمري إن أنا أدفن ابني. لسنا ككل الأمهات، سرق الإرهاب فلذات أكبادهن فألبسهن ثياب الحداد، لم يفرق بين عسكري ومدني، مسلم ومسيحي، أو حتى بين رجل وامرأة، الكل في النهاية شهيد مصري. والد الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوي رئيس عمليات الكتيبة 103. أحمد هو أصغر عيل في ولادي. إسلام ابني كان الرابع بالنسبة لإخواته، كان طفل جميل يعني، كان محبوب مننا كلنا يعني. أمير ابني البكري الأول، رحت شمال سينا ده وأمير عنده 9 شهور، من صغره حسس إن هو راجل ومتحمل مسؤوليتي. الشهيد بشون استفانوس، والشهيد صميل استفانوس. بشون عنده 25 سنة، صميل عنده 22 سنة، اختاروا ليبيا عشان قالوا الناس عم تروح وعشان يجيبوا فلوس يتجوز. أنا والدة الشهيد أحمد محمد محمود حسنين، كان ابني الكبير، كان أول فرحتي. أحمد من ساعة ما اتولد كان ما شاء الله عليه، كان كويس قوي وكان محبوب من الناس كلها. تامر الكبير وأمنية بعديه وإسلام وبعدين أحمد وبعدين همسة. كانت حد بيسمع كلام، عمرها ما جابت لي مشكلة في مدرسة ولا في ثانوي ولا في اعدادي ولا أي حاجة خالص، طيبة جدا. ده إن أحمد طول عمره هو دلوعة البيت، هو بنبنية البيت بصراحة. لعند ما استشفى يعني كان بيجي يملى البيت فرح وبهجة وسرور، يعني مش قادرين نملى مكانه بعد الاستشهاد بصراحة. والله هوايات أحمد كانت كتيرة يعني كان زي الأطفال طبعا، خدها بالتدرج كده، يروح النادي، كان باباه مشترك له في نادي الشرقية هنا، كان يحب السباحة قوي، كان يحب يربي حمام وعصافير وحاجات اللي هي الحاجات النادرة. وكان مشترك في نادي ويشترك في الهلال الأحمر وبيساعد في أي حاجة، يعني بالهلال الأحمر مثلا ما يجي يوزع حاجة على الأهالي ولا كده يروح معاهم. بشون كان على الونش، صميل كان كهربات، كانوا بيكلموني على التليفون كل أسبوع، وفي هايام كان بيكلموني كل ليلة قبل ما ينام. ازيك يا ام، عامل ايه؟ كويس يا حبايبي، انا عم اسمع صوتكم، عم ابقى حلوة قوي. اكيد بتكونوا يجوا على العدة وهو اللي جاي ده بخير، بيقولوا جاهزين يا ام ده احنا جايين. كان ذكي، كان لماح، كل حاجة ليه عارفها، كان كل الناس تحبه. لما كنت يعني اغلب كلمة في الدين ولا حاجة وعايزة اعملها تقعد بقى تشرح في الدين. غاب الجيش من هو صغير، لدرجة ان هو اتحايل على باباه بيقول له انا عاوز ادخل الثانوية الجوية. انا قلت له لسه انت لسه صغير، ما ينفعش يعني. فباباه برضه هاوده وخده، راح قدم وراح كان اجتاز كله، بس طلع قصير ايه 2 سم. خد ثانوية العامة وكان مصر ان هو يدخل كلية الحربية، فقدم نجح لعند الهيئة، نجح فيها وبان عند النتيجة ليه ايه استثنوه. فالمهم ايه، قلت له خلاص هو ربنا اراد كده، خلاص كمل في كليه التجاره، كمل فيها ونجح وبتقدير. تاني سنه راح مقدم تاني، ما تعرفيش الاقدار بتسوق لفين، هو قدره فعلا. رحنا قدمنا له في الكليه الحربيه والحمد لله نجح. كان في الكليه الحربيه دايما ينزلوا يوم بدري،
إن أحمد كان ملتزم ما كانش بيعمل أخطاء. إسلام كان متربي في أسرة بابا كان جيش وأخوه شرطة، فكان حاطط في دماغه إنه هو ما يكبر ويخلص ثانوية عامة إنه هو يقدم أي كلية عسكرية. والحمد لله قدمنا في كلية الشرطة وابتاز الاختبارات وكان له نصيب إنه هو يقبل في كلية الشرطة. دخل أمن عام الأول فقضى سنتين في الأمن العام، بس هو برضو كان في دماغه إن نفسه يروح أمن مركز عمليات خاصة، لأن أخوه برضو كان أمن مركز عمليات خاصة، فربنا حقق له رغبته. يعني جه ترشيح من الأمن المركزي إن عايزين ضباط. يعني الأمن المركزي هو حاسس إن هو كان شايف في نفسه إن هو عنده استعداد إن هو يطلع مأموريات، حاسس إنه ممكن يخدم بلده وأهله في مكان زي ده. كان من البداية نفسه يطلع ضابط. خلص ثانوية عامة وبعدين ربنا كرمه ودخل كلية هندسة، وبعدين قال أنا عايز أدخل في كلية الحربية. أول سنة تقدم بس ربنا ما كرموش وما قردش إنه يدخل. في تاني سنة دخل وربنا كرمه فعلا وحقق أحلامه ودخل. قالوا لي إن هو قال ده كان في واحد زميلي كان اسمه أحمد خالد زهران وكان في الكلية الحربية وتخرج. فطبعا اول ما اتخرج فاحمد راح نام مكانه على سريره، وفوجئ بعدها ان هو مات شهيد في سينا. اول ما جه يتكرم في حفله، لان احمد كان عنده لياقه بدنيه عاليه، فرفع ايده قال له يا فندم انا عايز ادخل سينا واخش سلاح الصاعقه. وفعلا صدق له انه يدخل سلاح الصاعقه ويروح سينا قبل ما يتخرج من الكليه اصلا. راحت مديريه الامن في سموحه وراحت جابت الدوسيه وراحت مليته، كانت اليومين متيسره. كانت كل ما تروح كشف يعني كان في بنتين وثلاثة يسقطوا وامنية تنجح. يعني كانت بتشتغل في الشرطة وكانت بتدرس حقوق عشان تفضل في الشرطة زي ما هي. كبر الشباب في أعين أبائهم وأمهاتهم، وكبرت معهم آمالهم وأحلامهم، غير أن تحملهم للمسؤولية كان بقدر طموحاتهم. كان مصير يدخل صعب. يا أحمد ده الصحكة دي صعبة، أنا أعرف يا ابني كده إنها صعبة، شغلها صعب جدا. فيعني قال لها يا ماما ده جميلة، ده كل القيادات بتبقى من الصعكة يا ماما. ما كانش بيحكينا على أي حاجة يعني بتحصل، لدرجة إن هو في فترة من الفترات اللي هو قبل استشهاده بكام شهر جاله رابط صباع من صوابع. أتاب يا أحمد كان في مداهمة وعقلة من صباعه طارت وخدوها وخيطوها وجابه، هو مش عاوز يقول لنا خالص طبعا عشان مش ايه يخضنا عليه. برضو مرة تانية ديته كله بعد الاستشهاد، وكانوا راكبين العربية الهامر بتاعتهم وطالعين مداهمة، شحنة تحت العربية فرقعت فنطت العربية فوقع أحمد واللي معاه طاروا في الايه في الجبل. فما حكاليش، جه بس لقيته ما نزل أجازة، فبيقول يا ماما أنا عاوز أدبح ذبيحة ووزعها حاجة لله. قلت له يا حبيبي خير في حاجه؟ قال لا كنت بس نادرها لله كده والحمد لله حاجه كده وعدت. ما كانش بيرضى يقلقنا عليه اصلا. هي مره واحده اللي جت ايده متعوره، وايه يا احمد اللي في ايدك ده؟ طبعا مش عارف يعمل ايده كده. ايه يا احمد؟ قال لك ده احنا كنا في تمارين بس كويس يعني، وانا وقعت على ايدي وايدي اتعملت كده. ما رضيش برضه يحكي لنا زمايله بعد كده هم اللي بقوا يحكوا لنا. طبعا قال لك احنا كنا في مداهمه وحصل كذا كذا وموتنا كذا. فطبعا هو بقى يحكي وانا اعمل كده، قال لي انا مش هقولك على حاجه تاني. وفعلا ما بقاش يحكي لنا على حاجه تاني. حتى لما العقيد اركان حرب رابي حسنين استشهد برضه ما قالناش. يمكن اول ماموريه بعد ما دخل الامن المركزي كانت بني سويف، وبعدين فوجئت لقيته داخل عليا في اسلام، قال لي انا طالع ماموريه ماما بني سويف. طيب طبعا انا ببقى كأم قلقانة عليه وخايف عليه، بل هو بالعكس كان سعيد جدا ومرتاح وجهز شنطته. هو كان دايما يعني شايفني ان انا كنت ببقى قلقانة عليه، يقول لي يا ماما يعني ما تقلقيش يا ماما، هو يعني لو ربنا كاتب لي الشهادة فيعني ده حاجة كويسة. يعني عنده جرأة وعنده الشجاعة وعنده الرجولة ان ممكن في اي لحظة يبقى شهيد زي اصحابه اللي بيشوفهم قدام عينيه. مش عايز يوصل لنا الاحساس ده عشان احنا ما نتوترش، ما نبقاش قلقانين عليه زيادة عن اللزوم. كم مرة اقول له يا احمد يا ابني ما تطلب نقل، يا احمد انت اكتر واحد قعدت في سين، انت قعدت 7 سنين يا حبيبي، من حقك انك تدخل
قولي يا ماما لو انا رجعت انا وغيري وغيري مين اللي هيحميني؟ والله يا ماما لو مش وقفنا وقفه رجاله هيدخل لكم هنا على البيوت. اتكلفنا رجاله بمهمه ان احنا نخش مناطق بؤر ارهابيه جديده، وان شاء الله على عهدنا ان احنا نجيب حق كل شهيد على ارض سيناء، ونمسح دمعه كل ام ونجيب حقهم ان شاء الله. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك، واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي، واجعله شاهدا لي، لا علي، اشهد ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، جاهزين يا رجاله؟ الله اكبر. لطالما حاولوا إخفاء مشاعرهم عن والديهم قلقا، ولكن عندما يتعلق الأمر بسلامة ولدها فقلب الأم لا يخطئ أبدا. ما يروح أي حتة فرح مثلا رحله، متصور في الرحله كتير خالص وبيبعتها لباباه على الفيس، فباباه ورهاني فلقيته ما شاء الله كأنه بدر. من ساعتها بقى حسيت قلبي اتقبض كده، وحسيت ان ابني هيضيع مني. يوم ما جابت الورقه دي اللي هم هتطلع تامين، بقول لقيتها بتقرا فيها ومصوره على التليفون، فبقول لها هي امنيه؟ والله انا قلقانه عليكي. قالت لي مش عارفه يا ماما، انا حاسه باحساس جميل. قالت لي كل ما ببص في الورقه دي بتشدني الاحساس غريب كده واحساس حلو. قلت لها يا امنيه انا قلقانه من التامين الكنيسه كده وبخاف. راحت قالت لي بصي يا ماما اللي مكتوب له شيء هيشوف لو انا في حضني على الحجر كده اهو هشوف. وانا طول يا ماما ابقى عروسه الجنه ولا ابقى شهيده. الاسبوع اللي قبل الاستشهاد ده كنت حاسه ان في حاجه مش خانقاني، تعباني بس مش قادره احسها قوي، لغايه ما نزل شغله يوم الاربع، وبعدين عدى اليوم. يوم الخميس هو كان متعود ان تاني يوم يجي الساعه 12 الظهر كده يخبط ويدخل، يبقى داخل بهزار بكلمة حلوة، يا ماما عايز أفطر. كان في روح في البيت كده، كان مالي علي حياتي. كنت ما أشوفه داخل علي كان بالدنيا بحاله. استنيته يوم الخميس ما جاش، لغاية الساعة 7 بالليل لغاية بابا ما جه. قال لي هو إسلام ما جاش؟ قلت له لا ما جاش. قلت له طب اطلبه كده بس يعني نطمن عليه. قال لي حاضر. اتصل بيه الحمد لله رد عليه وقتها، قال له ايه يا اسلام انت ما جيتش ليه؟ قال له معلش يا بابا انا في مأمورية خارج القاهرة. طب يا ابني بقى طمنا عليك، وقفل التليفون. والله انا في اللحظة دي حسيت بحاجة كده خانقاني، ما نمتش، قمت صليت الفجر ودعيت لهم كلهم بان ربنا يبارك فيهم ويخليهم وكفيهم شر طريقهم، كدعوة ام يعني. وبعدين ما عرفتش انام برضو لغاية ما النهار طلع، كان يوم الجمعة. بقى جه يوم الخميس كان جاي مولد النبي، فقلت له هات بقى معاك انت جاي حلاوة المولد وكده. ويوم الخميس ده هو بابا وانا قاعدين نضحك بطريقة مش قادرة اتخيلها لي، من عادته ان هو ما بينامش بدري، فلقيته يدخل ينام بدري، فانا بقول له ليه يعني؟ قال لي والله ماما تعبان شوية. تاني يوم الجمعة الصبح معرفش قلبي زي ما يكون مقبوط كده، مش طبيعي، حاسه ان في حاجه تحصل بس هي ايه مش عارفه. كان اخر اجازه ليه كان 17 رمضان، فطبعا احنا كنا متفقين ان احنا كان هنعمل شبكه، وكل العيله كانت مستنيه شبكه احمد، لان كان كله عايز يفرح. كان احمد ده كان حاجه كده حلوه. احمد قبل ما يجيب شبكه لخطيبته قال لي تعالي يا ماما انا عامل لك مفاجاه، وجاب لنا الاول وجاب لي ده قبل خطيبته. انا لغيه فكره الاستشهاد دي بتاعت احمد خالص من دماغي. لعندي يوم الاستشهاد برضه لا مش عاوزه اصدق يعني. اما افتكرت بعد كده يدخل ورا المطبخ، والله يا ماما انا زعلان قوي، واحد من اصحابنا استشهد ومش عارفه ايه. قول يا حبيبي ربنا يصبر اهله، يا ريتني الواحد يستشهد يا ماما، حد طايل والله يا ريت الواحد يستشهد. يقول لي محمد اخوه يعني انا مش خايف من الاستشهاد والله، ولا هتفرق عندي، انما انا خايف من الصدمه على ماما وبابا. لو حصل اي حاجه يا محمد خليك جنبهم، الصدمه صعبه يا محمد. كان كل ما ينزل اجازه
وهو ماشي يسلم عليا يقول لي ادعي لي يا ماما موت شهيد. قول لي يا احمد ما تقولش كده، ربنا يرجعك بالسلامه يا رب. يقول لي يا ماما حدش طولها وحد طول يموت شهيد. وده انه فتره طويله لعند ما نزل لي ايه اجازه قبل العيد بحوالي اسبوع، قبل العيد الصغير باسبوع. فالمهم نزل وقال ده انا هقعد معاكم فتره طويله، هقعد اسبوع، همشي ربع يوم العيد يا ماما. قلت له بركه يا حبيبي، عشان كان عمر اللي مولود يعني ابنه، وكانت مراته لسه حامل. مشي احمد ربع يوم العيد، فبقول لي قبل ما يمشي بقى بقول لي ايه، بقول له لا يا احمد بقى انت ايه ما حضرتش اول رمضان معانا. قال ما انا عيدت معاك اهو يا ست الكل. قلت له طب ماشي، والعيد التاني الكبير هتحضر معانا؟ قال لي لا سامحيني بقى، العيد الكبير انا عيدت معاكم، العيد التاني زملاتها هيروح يعيدوا مع عيالهم، ممكن اجي لك تاني يوم العيد، تالت يوم العيد. قلت له العيد هيتاجل يا احمد لما انت تيجي. وفعلا ما جاش احمد في العيد. جي اخر يوم خميس اتصل عليا الساعه 1 وقعد يوصيني على اخوه، خدي بالك من نفسك، خدي بالك من محمود. طبعا قفل معايا واتصل على اخوه، يا محمود اعزم الناس عشان انا لما انزل مش هبقى فاضي. وكلم خطيبته بيوصيها خدي بالك من اخو من محمود عشان محمود ملوش غيري. يوم الجمعه 7/7/2017 الساعه 10 كده بفتح التلفزيون لقيت صعقت بقى، خبر عاجل الهجوم على الكتيبه 103 جنوب رفح. والله الحاج بسرعه، الله دي كاتبت احمد جنوب رفح ازاي؟ قلت له طيب احمد في العريش. قال بس الكتيبه دي بتاعت احمد. قلت يمكن في جزء منهم في رفح، يعني انا عاوز اطمن نفسي شويه اللي ايه كتيبه القائد احمد منسي. الحاج بقى لا ما فيهاش كلام بقى. فالمهم بدات بقى بالتليفون بقى وانا بعياطي بقى ادور اتصل باحمد، احاول اتصل بالتليفون اعمل كده 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 مفيش. رحت متصله باخته، يا اميره فتحت التلفزيون بيقولوا كاتبت اخوك اتضرب. واتصلت بمراته كانت عند مامتها، راحوا جايين جري يدوروا في مفيش. الكل بيقول ايه يعني ستر ربنا، هم ما زعوش اسم احمد ادبي، هو موصي لو جرالي اي حاجه ما زعوش على طول عشان اهلي. ينزل اسماء ناس واسم احمد لا، يديني امل اكتر. تاني عند المغرب طمنونا على احمد، انا مؤمنه بالله بس قولوا لي انت فين. المغرب قوات قوات الصعقه طب احمد حاجة نزل تحت هنا فاتصلوا بي وقالوا لي البقاء لله. طبعا انا فوق مش عارفة، البيت انتلى عليا، اهلي واصحابي وزملاتي الناس كلها عرفت وانا انا الوحيدة اللي رفضت. جينا في صلاة الجمعة ولقينا زمايله جم كلهم. احمد متعور في ايه؟ طبعا قعدنا ندور على اي رقم يقول لنا اي حاجه. طبعا كل ما اتصل بحد من زمايله الضباط يقول لي طب انا هعرف يا طنط واقول لك، ما حدش طبعا بقى اللي يعرف ما يبلغناش يقول لنا حاجه. لحد ما الجمعه خلاص الصلاه وفي ثواني لقينا البيت اتملى علينا ناس، حاجه ما تتوقعهاش، صدمه كده كانك اتخبطت على دماغك. يعني فين كان بيكلمك الساعة 1 بالليل وكويس وبيضحك كل ضحك قد كده، في ثواني أحمد استشهد. لا حاجة ما تصدقهاش، حاجة صعبة جدا. اليوم ده بقى بالظبط يعني سبحان الله، عشان يمكن الخبر ما يصدمنيش، أنا ما فتحتش موبايلي ولا أخته فتحت موبايلها ولا حتى اللي كنت بشغل القرآن على صلاة الجمعة ما فتحتش التلفزيون. كان كل اللي شاغلني كأم ان هو ابني بقاله يومين بره، عايزه اعمل اكله حلوه بقى، بفكر ان انا اقوم اعمل له اكله حلوه عشان هيجي بقى يتغدى ويريح بقى مأمورية اللي بقاله يومين بره.
على الساعة 3:30 كده لقيت بقى في تليفونات عمالة تجيلي كتير، كل ما حد يكلمني ويحس ان انا لسه ما عرفتش بالحادثة فما ما يكلمونيش، يقوموا قافلين معايا. ولقيت باب الشقة بتاعي بيخبط، جيراني كلهم نزلوا يجروا عليا، بفتح الباب لقيتهم بيقولوا لي اسلام استشهد يا طنط. مبقتش مصدقة نفسي، قول. لقيت بنت بتفتح الموبايل على طول، لقيت منزلين صورته على الفيسبوك، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت لحظة صعبة جدا بالنسبة لي، بس هو كان عايزها وربنا اديها له، وأنا دلوقتي بقيت أم الشهيد. شرف ليا، فعلا شرف ليا. ملهوف ان هو يروح يصلي، يعني كل مره بيستني اخوه اللي بعديه عشان يروح يصلوا مع بعض. فقلت له طب استنى اخوك اللي بيستحمى دوت يخلص وتروحوا مع بعض، قال لي لا انا هروح مع بابا. يا دوبك وصل الجامع بتهيألي، انا على ما اعتقد كده سمعت ضرب نار بطريقه مش معقوله. ما اعتقدش ان حد، تتخيلي كده ان حد يخش الجامع بالجزمه ولا يضرب رصاص في الجامع، ده جامع بيت ربنا. الصوت وصل لي وانا في البيت، الناس بتشهد في الجامع، تقول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يعني حاجه تفرح. وصليت وانا بصلي كده حسيت ان قلبي، حد بيشد قلبي مني، قلت ابني مات. أنا قاعدة ساعة اتخطفوا وكان لنا ابن عمهم هناك، رن على أخوهم في الساعة 2 في الليل وقال له أخواتك اتخطف. دورنا العياط والزعيق والبتاع، بقوا يقولوا النهاردة جايين، بكرة جايين، النهاردة جايين، لحد ما بعد كده احنا قاعدين قدام التلفزيون وأخوهم كان هناك في مصر. وما يسأل أهاب قال له طب استنى أنا أشوف، وقلت لك على الخبر اللي جاي ده، وقال له عادي فيهاش حاجة. إيه قال له ده أخواتك استشهد. لقيت بقى بابا بيتصل بيا، راح قال لي الكنيسة بتاعت طنطا اتضربت. التلفزيون أصلا بتاع أمنية كان في أوضتها، فأنا قاعدة على سريرها وبعمل كده، فأنا كنت بنعيط جامد على الأطفال والناس اللي بي. لقيت بقى لسه بابا على التليفون، وانا بقى لقيت الانفجار حصل، حسيت زي ما تكوني جبتي حاجه وضربتيها في نفوخي كده وصوتت. راح بيقول لي في ايه؟ قلت له مش عارفه حاجه، فرقعت بس لا مش انبوبه ولا اي حاجه. قال لي طب بتعيطي ليه؟ ده بهدي. طيب اتجريت على الشباك لقيت الناس كلها بتجري، ففي جيراننا تحت عارفين ان امنيه في الكنيسه دي. جه جارنا راح قال لي البسي وتعالي. قلت له امنيه حصل لها حاجه؟ راح قال لي لا. بعد كده لما دخلت لمدير المستشفى طلع قال لي مش امنيه، قلت له امنيه. راح قال لي لا مش بنتك، ما في بنات كتير. قلت له والله العظيم امنيه. بس لما دخلت شفتها وكانت مبتسمة، يعني كانت بتضحك كده وهي أمينها. عملوا لي جنازة عسكرية كبيرة وقالوا لي تشوفيها، رحت عليها. بس أنا مسكت في الخشبة بتاعته وبص لها، قلت له روح في أمان ربنا، قلبه ربنا عنك. برضتش اكشف ستره، الحمد لله. بابا رجب معاه بالاسعاف هو واخوه واحنا رايحين على البلد، شافوه بيقولوا بيضحك نايم ومبتسم.
حلو كده. الحمد لله. جينا في الفجر عشان نروح نستلمه، بابا لبس بدلة رايحين نزف عريس، حاجة كده من عند ربنا يعني. هو جايب البدلة عشان يلبسها في شبكة أحمد، طلع لبسها واحنا رايحين نستلم أحمد من المستشفى. احنا جايين نازلين من عربية الإسعاف، يعني كل الحريم أمة لا إله إلا الله واقفة، كله بقى يصوت، شافوني كله يصوت. أنا زغرت لهم بس كده، خلي البلد كلها والبلاد اللي جنبنا كله بقى يزغرت للشهيد أحمد. أظن ما فيش زفة أحسن من دي. ساعة استشهاد إسلام وهو في المستشفى وطالعين بي، قبل ما اشوف في عينيهم شفت فيهم الرجوله والشجاعه، بصوت واحد لقيتهم عاملين هنجيب حقك يا اسلام. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خط طرهم، تسلموا من كل سوء، حاربوا على كل جبهه، يا نموت علشان ترابها، يا نعيش راسنا لفوق. لما جم لولاد الضباط يعزوني هنا، فانا بقول لهم اتكتر عليكم يا حبايبي، قالوا لا مش اتكتر علينا، والله احنا غلبناهم، والله قبل ما يموتوا موتين اكتر من 40 واحد منهم، واخدين حقهم قبل ما يموتوا، ما قدروش ياخدوا المكان بتاعنا ولا يرفعوا علمهم على حتتنا مكاننا ولا ياخدوا اي واحد من شهدائنا. شبراوي وحسنين عرسان، شبراوي وحسنين عرسان، قالوا نموت ولا يدخل مصر خفت وجبان. وين ابني فضل سخن لغايه ما رحت ادفنه، انا وهما بيحطوه في القبر، انا اصعب حاجه لاني حسيت ان ابني عايش. كنت عايزاهم يجوا هنا ويتدفنوا، بقيت اقول يا رب انا مد ايدك وخليهم يجوا عشان يبقوا هنا في كنيستهم حلوين، وربنا بعتهم، ربنا مد ايده وبعتهم. لم يسلب القتلة فقط حياة شباب من عمر الورود، وانما سلبوا احلاما جميلة وافراحا ربما لا تعود. أحمد كان طموح ما بيتوقفش عند أي حاجة، ونفسي أعمل لعمر كل حاجة، كان عنده عمر دي هو الدنيا كلها، بحب عمر حب رهيب، نفسي أجيب له وأسوي له، أقول له ربنا يديك طول عمر يا ابني، ربنا يرزقك برزقهم يا ابني. فكان عنده عمر دي كل حاجة، كل حاجة. بابا ما خافش كده بكرة، ربنا وانت طيب يا عمر، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ان شاء الله لما اجي اعمل لك حفله كبيره خالص عشان نفرح كلنا، ونقول كل سنه وانت طيب لعمر. ماشي طيب بابا، ميرسي. اسلام كان خاطب، يمكن دي كانت مرحله بالنسبه له احسن مرحله في حياته، يعني ان هو بقى طبعا بالنسبه لي كان هو كان اخر واحد، اخواته كلهم كانوا متجوزين، فحابب ان هو بقى يعني يستقر هو كمان ويكمل بقى يعني حياته. يعني كانت حمايه لشباب كتير، ويمكن استشهادها ده خلى بنات كتير تفكر انها كمان تقدم في الشرطه وعايزه، وكانت يعني زي قدوه لي وهربي احفادي برضو على ان هم يطلعوا يخشوا الشهاده دي، يعني من عند ربنا، واخده بالك، وهو مش خساره في بلدها. كان نفسه يعمل مشروع، يعمل يشتغل كويس، قال لك الشغل نفسه، الشغل نفسه، ما تشتغلي وتجتهدي في شغلك وتعاملي ربنا في شغلك، هو ده مفيد للبلد. كان نفسه يخش الجيش قوي، كان نفسه يخش الجيش، ما عرفش ليه، كان يعني حاجه في قلبه، نقول ماما نفسي اخش الجيش، اقول ليه يا حبيبي، عشان ابقى مع الناس الشهداء اللي هم بتشاهدوا دولت، يبقوا حاجه حلوه. انت فكره ان الشهيد دول حاجه وحشه؟ بقول يا ابني ليه تحرق قلبي؟ طيب قول يا ماما ده اللي في الجيش ده بيحمي الوطن وبيحمي الارض، ازاي انت مش عايزاني اروح الجيش؟
غير أن أبطال شرطتنا وجيشنا أبوا إلا أن يكون الرد أقوى وبنفس السرعة لتأتي عملية حق الشهيد، ومن بعدها العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 لتثلج صدور أهالي الشهداء. أنا قلت عن نفسي لما سينا تطهر وتبقى كويسة أنا مش هلبس أسمر تاني، لأن كل ما بيمسكوا حد أو حد بيضربوا حد من الإرهاب زمايله بينشروا على النت بيقولوا حقك رجع يا حسنين وحقك رجع يا منسي ويا شبراوي. سمعت إن هم طلعوا بطياراتهم خدوا حق الشهداء، ده حاجة فرحتني. لما هم راحوا خدوا حقهم أنا حاجة فرحتني، وقلت نشكر الديش واللي في الديش عشان ده خدوا حق أولادي. طبعاً القرار الجي من رئيس الجمهورية إن هو يقضي على الإرهاب، وكانت العملية الشاملة اللي بتحصل في سيناء دي يمكن ديت ريحتنا كتير، بس الحمد لله إن إحنا قدرنا نتوصل لهم وقدرنا نقضي عليهم، حتى لو هيبقى في ضحايا بس عشان بلدنا دي وعشان استقرار بلدنا وعشان ولادنا وأجيالنا الأجيال اللي طالعة بعد كده. إن كان اللي حصل في الجامع ده هيجيب حق اللي ماتوا والشهداء اللي ماتوا في شمال سيناء، احنا الحمد لله راضيين وراضيين بنصيبنا والحمد لله. اللي ماتوا سبحان الله يعني بحس ان هم قوموا الدنيا ما قعدوهاش، يعني دي تاخد حقوق كل اللي في شمال سيناء، والحمد لله الجيش دلوقتي بيطهر بؤر. لما بشوفها يعني ازاي كل ده موجود، ده كويس ان احنا كنا عايشين. ان تزف الام ولدها الى القبر لحظه تتوقف عندها عقارب الساعات ويسدل معها ستار النهايه، لكن اولئك الامهات اردناها البدايه لفصل جديد تروي سطوره سيره شهداء لم يسقطوا وانما ارتقوا وعند ربهم أحياء يرزقون. لو إسلام كان بيقدم في كلية الشرطة دلوقتي ويقولوا لي أنت هتقبل إن هو يقدم، هقول لهم آه طبعا هقبل إن هو يقدم، وهكون طبعا سعيدة جدا بيه، لأن التكريم اللي إسلام خده من ربنا والشهادة ده يعني ده مفيش أحسن منه. أخليها تقدم، وأنا نفسي كمان أحمد يقدم وربي أحفادي برضو على إن هم يطلعوا يخشوا، مش هخاف عليه لو راح سيه، بالعكس أنا هبقى قوية وأعرف إن هو حتى لو هو استشهد كمان هيجيب حق أخته وحق غيرها كمان. إن شاء الله هقدم لأخوه عشان يجيب حق أخوه وعشان يبقى ظابط هو كمان وعشان يبقى عندنا شهيد كمان عشان نروح الجنة على حس الشهداء. أتمنى من الله إن ربنا يكبر عمر، يكبر ولاد إخواته وينتقموا وياخدوا فطار خاله ويدخلوا الجيش ويبقوا أبطال. أشكرك يا صامول أنت والواحد وعشرين اللي ثبتوا على إيمان وخلتونا ماشيين رافعين راسنا. الحمد لله ربنا استجاب له دعاه وبقى شهيد، ربنا يرحمه. وبعدين الحمد لله خلاني أنا أم الشهيد، أحسن من كده مفيش. وفعلا أحياء عند ربهم يرزقنا الحمد لله الحمد لله. يا أم الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكيه. يا أم الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، واي في يوم تبكي. ربيتي احسن تربيه علمتي معنى التضحيه، ولا حاجه اغلى من الضنا، وانتي صبوره مؤمنه قلتي دي حكمه ربنا، علشان اكيد مطمنه انه في مكان دلوقتي اجمل من هنا. ربيتي احسن تربيه علمتي معنى التضحيه.